صباح الخير. من فترة طلعت فيديو أحد رجال الدين كان قاعد يتكلم عن خدعة الثقة بالنفس، وايد شدني الموضوع. قاعد يتكلم على الفيديو يقول أن ماكو شيء أو ماكو في نص ديني يثبت أن في شيء يسمونه الاعتماد على النفس. فكرت شنو يقصد هذا؟ هني قاعد يتكلم طبعاً حط حلول حق هالموضوع، وهو قاعد يتكلم طرت براسي مجموعة من الأدعية التي تثبت كلامه، أشارككم إياها. بتكلم عن دعاء الصباح حق الإمام علي. في مقطع منه من الدعاء يقول: وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان. طبعاً قاعد يخاطب الله. هني تشوفه أن ليش قال وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس؟ يعني هل بما معناه أن نفس الإنسان ممكن أن تعمل ضده، ممكن نفس الإنسان تأذيه بشهواتها ورغباتها؟ المقطع الثاني من نفس الدعاء يقول: فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهن لها لما سوت لجرأتها على سيدها ومولاها. يعني يقول ان بما معنى كلامه ان النفس ممكن انها تعمل ضد الانسان. ومثل ما ذكرت مساعة من شهواتها، من رغباتها، من تعلقها بالحياة بالدنيا، ممكن تعمل تخلي الانسان يسوي وايد شغلات غلط. انزين، شنو في اكو حل حق هالموضوع؟ شنو هو هذا الحل؟ من نفس الدعاء: إلهي، هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورحمتك. هني نشوف أن الدعاء يحث على التوكل والاستعانة بالله في الحياة. وهني نتكلم عن الدعاء الثاني اللي طبعاً من بحثي، إنه من دعاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقول: إلهي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله. فيتبين لنا أن الإنسان مهما وصل بحياته يوصل مرحلة أنه يحس أنه هو ضايع، أنه يحس أنه هو بصلته مو مضبوطة إذا كان مو محتاج حق الله. بنفس الفيديو اللي تكلمت عنه بالبداية عن الريال قاعد يتكلم اللي هو وهم الاعتماد على النفس، يقول: لما يصير بعقلنا ان احنا نحتاج حق الله بحياتنا مثل ما الطفل يحتاج امه وابوه، هني راح نشوف المعجزات. السلام عليكم.